هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات التي ناقشها المجلس. اليوم كنا في الجلسة العامة في مناقشة عن اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول في منطقة شمال سيناء البحرية. أعتقد الاتفاقية لها مدلولات عديدة، منها اهتمام الدولة المصرية في التنمية في منطقة سيناء وشبه جزيرة سيناء، وبالإضافة إلى ذلك إلى اتجاه الدولة المصرية إلى المزيد من جذب استثمارات والتوسع في انتاج واستكشاف ابار جديده من البترول. اليوم احنا كنا بصدد مناقشه اتفاقيه خاصه بالتنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقه شمال سيناء، والاتفاقيه بتيجي جزء من سلسله من الاتفاقيات وبتنهجها وتتبعها وزاره البترول والثروه المعدنيه في التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، وان هي تغطي جميع المناطق اللي ممكن ان هي تكون واعده. الاتفاقيه بتاعه تعليم النهارده احنا بنهدف بيها تطوير التعليم في مرحله التعليم الاساسي، وده يعتبر نواه التعليم او نواه التعليم بالنسبه للطالب المصري. دي اول مرحله بيبدا بيها الطالب، وبندعم دور مجلس الامنه في المدارس، وده له اهميه كبيره جدا جدا في على الاقل خالص ان احنا بنبقى في دور رقابي ودور تنموي مع المدارس، وبيساعد بيبقى جناح تاني للمدرسه في ادارتها. بنساعد في تنميه اللغات او التطوير التعليم او المعلم المصري.